مرحبا، ها هي قصتنا الجديدة من الكتاب المقدس. إنها حكاية واقعية. فهناك دائما أناس ملتفون حول عيسى يريدون سماعه. فيهم من عندهم قلب صادق ويريدون حقا معرفة عجائب الله، كما أنه كان هناك من هم فضوليون فيريدون فقط رؤية المشهد. كيف يصنع عيسى المعجزات؟ كما كان هناك أيضا أعداء لعيسى يريدون التوقيع به في مشاكل ونصب فخاخ له بالطرح عليه أسئلة صعبة. لكن أنت كما رأيت في معظم القصص السابقة، عيسى يعلم جيدا ماذا يوجد في القلوب، فهو غير مندهش. حتى لما يطرح عليه سؤال كي يضايق ويخدع، يجيب دائما بصفة أنه يعرف الله وملكوته. اليوم بالضبط في حكايتنا، الخدعة تمثلت في من هو قريبي، لأن الكتاب المقدس يقول تحب قريبك مثل نفسك تماما. عيسى يعرف أن هذا الرجل يريد له الشر، لكنه لم يغضب عليه، فقد أجابه بليونة وحكمة، راويا له حكاية كي نفهم جيدا. إنها حكاية السامري الطيب. ها هي الحكاية. رجل يسافر، يذهب من أورشليم إلى أريحا. انظر على خريطة إسرائيل في الناحية السفلى الجنوب. تعلم في أورشليم هناك معبد يتمثل في بيت كبير رائع التصميم، فيه يصلي اليهود ويعبدون الله. فهم يقدمون أيضا لله أشياء لتجليله، وذلك تطبيقا لما ذكر في العهد القديم من الكتاب المقدس. في زمان عيسى هذا الجزء فقط هو الذي كان مكتوبا، حيث أعطى فيه الله وصاياه لليهود. للأسف هذا المسافر يسقط بين أيدي لصوص مخفيين على الطريق الذي عبره. يا له من مسكين، اللصوص يضربونه سارقين له كل شيء ويتركونه على الطريق بين الحياة والموت. لا يستطيع الحركة، إنه يعاني كثيرا من الجروح بلا شك، فهو سيموت لأنه وحيدا على الطريق. حقا حالته فظيعة. أخيرا يسمع صوت أقدام. أوف، ليس بلص آخر، إنه مسافر كاهن. يراه مجروحا لكن لا يساعده، رغم أن هذا الكاهن يتمثل في الرجل الذي يعتني بالقربان التي تقدم لله في المعبد. يعلم جيدا أن الله يريد أن ننقذ الذين هم في ضيق، لأن في العهد القديم نجد واجب إنقاذ الحمار إذا وقع في حفرة، لكن هذا الكاهن وصل طريقه. ها هو الآن رجل آخر يمر عبر الطريق. هذه المرة فإنه لاوي، هو أيضا يرى المجروح لكن لم يساعده بل واصل طريقه. إنه لا شيء مفزع. اللاوي هو الذي اختاره الله كي يعمل في معبده، ويجب عليه أيضا تدريس الكتاب المقدس لليهود ومساعدة الكهنة. إذن هو أيضا يعرف جيدا الكتاب المقدس منذ أن كان صبيا. يبدو أن هؤلاء الرجال عندهم أشياء أكثر أهمية القيام بها عوضا من مساعدة رجل بين الحياة والموت. مسكيننا المجروح، أصبحت حالته أسوأ في هذه الناحية. الطقس حار جدا، هناك كثيرا من الغبار وحيوانات شرسة التي يمكن أن تهجم عليه. أظن أنه خاف كثيرا، ربما كانت لديه قليلا من القوة كي يصلي في قلبه، لا نعلم ذلك. ها الآن رجل آخر يعبر أمامه، إنه سامري. السامريون هم أناس يسكنون ناحية في وسط خريطتنا السامرة، يؤمنون بالله بصفة غريبة ولا يتبعون الكتاب المقدس، فهم يخلطون بين عدة أشياء. إنهم ليسوا بيهود، قد رحلوا من بلادهم وأتوا للعيش في إسرائيل، وذلك منذ زمن بعيد جدا. اليهود يكرهونهم لدرجة أنهم لا يعبرون السامرة خلال أسفارهم، إذ يأخذون طريق آخر طويل، وهذا كي لا يلتقوا بسامري أو يتحدثون معه.
اليهود مفتخرون بما أن لهم الكتاب المقدس وهم الشعب المختار من الله، لذلك يحتقرون السامريين. إذن بما أن الذين يعرفون الكتاب المقدس مثل الكاهن واللاوي لم ينقذ المجروح، فالأمل في مساعدة السامري له فهو حقا مستحيل. في هذه اللحظة من القصة أنا متأكدة أن الجميع يسمع لعيسى بانتباه، يريدون باقي القصة. وأنت؟ لكن لا، كل ما يمكن أن نتصوره خاطئ. هذا السامري يرى المجروح، فقد شعر بالحزن لما رآه في هذه الحالة، بل العكس اقترب منه فحاول معالجة جروحه بما لديه، يصب الخمر على جروحه كي ينقيها وزيت كي يهدئ الوجع، فوضع أيضا ضمادات مع ما يقدر عليه، ثم وضعه على ظهر حماره فأخذه إلى فندق واعتنى به كل ذلك اليوم. لكن يجب أن يواصل سفره ويذهب في الغد. رغم ذلك فهو لم يترك المجروح، بل أعطى كيس نقود للذي يشتغل في الفندق، ثم قال له اعتني به، اشتري له كل ما هو في حاجة إليه، وإذا انفقت مزيدا من النقود سأرجعه لك، لأنني سأرجع حين أستطيع ذلك. ها هي قصة عيسى تنتهي هنا، ويمكن لنا كلنا أن نفكر أنها تتبع. عيسى يطرح إذن سؤال على الرجل الذي أراد أن ينصب له فخا: من من هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريب الرجل الذي سقط في أيدي اللصوص؟ هذا الرجل كان مضطرا أن يجيب أمام الجميع، قال: إنه الذي رحم المجروح. عيسى قال له: اذهب أنت أيضا واعمل نفس الشيء. الآن أنت وأنا نعلم من هو قريبنا وكيف يجب أن نحبه. إنه الذي يحتاجنا، إذ يجب أن نعمل له ما نريده أن يعمل لنا. هذا هو حب الله. إذا كنا نعرف قصص الكتاب المقدس ولا نطبقها، إذ لا نعامل الغير بالمحبة، فهذا لا يصلح لشيء. هذا محزن، وحتى الله لا يعجبه هذا، إذ يرى كل شيء. عيسى يبين لنا أننا لا يجب أن نعمل الشر الذي يعمله لنا. الله يعطي لنا الحكمة والليونة كي نعلم كيف نجيب ونتصرف أمام الفخخ التي ينصبها لنا الغير، فلنضع الثقة فيه. لنصل الآن: رب عيسى، ساعدنا كي نطبق كلامك في الكتاب المقدس، بين لنا كيف يجب أن نتصرف أمام الفخخ التي ينصبها لنا الغير، وأيضا كيف نحب قريبنا. أعطي لنا الحكمة الليونة وباركنا، آمين. الآن سنقرأ في الكتاب المقدس. إنها قصة موجودة في الإنجيل حسب لوقا الشطر العاشر من الآية 25 إلى الآية 37. وإذا ناموسي قام يجاجبه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، ووقع بين لصوص فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمد جراحه وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به.
وفي الغد لما مطر أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال: الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. حكايتنا انتهت اليوم، إلى اللقاء، ألقاكم في حكاية أخرى.